يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم إلى البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ديسمبر الحالي للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكه البحرين يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين للسادس والسابع من ديسمبر ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب باصحاب الجلاله والسمو حفظهم الله متمنيا لهم طيب الاقامه في مملكه البحرين والتوفيق والسداد في هذا الاجتماع المبارك لتعزيز مسيره العمل الخليجي المشترك لمزيد من التعاون والتكامل والترابط بين دول المجلس وشعوبها الشقيقه